عم تهدد؟ رفع سلاح عليك. اترك لي خليني شفيه. هلا والله حبايبي، هلا والله بالبونشاويين. كنا للحلقة الرابعة من سلسلتنا الأسطورية بسيرفر الار بي بسكم. حلقتنا اليوم مثل ما وعدتكم الأحداث رح تبلش تصير نار جدا، ولكن للأسف السلسلة قربت للانتهاء ورح نسوي حركة جديدة، والمفاجأة هي سيرفر ار بي بلعبة راست. على كل، قبل ما نبلش حلقتنا اليوم شباب، خلينا نسحب الاسم الفائز بجائزة كود سكام، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وخلينا نبلش. اللي علينا نسويه نجيب مقطع الرابط المقطع اللي راح ونبلش نحسب عدد الكومنتات وننتظر. ومثل ما شايفين 786 تعليق عنا، ونختار فائز، والفائز اسمه Logical Thinking. على كل، تواصل معي على الانستغرام عشان تاخذ الكود حبيبي. وهلا خلينا نبلش. كان يوم جدا هادئ وطبيعي، دخلنا وما عنا اي هدف ومو مفكرين نعمل اي شيء، مجرد يمكن تفريم نحسن على البناء وهالقصص. يا اخي عنا السكر شباب، عنا مشكلة بالسكر، ما اعرف ايش قصتنا مع السكر، نحن والسكر. اوكي، الخطة كالتالي شباب. ابو حده بالبداية بيقرر هو بكامل قواه العقلية يسوي شيء غبي جدا، يسوي مدخل لقرية آل بونش. اكيد كلكم راح تسألوني ليش زاك بتسوي؟ عن نفسي لا اعلم. شباب ايش رايكم نعمل هيك؟ معلم سوي لاف تيك توب هون، تمام، هنا تسكن النمور، فهمت كيف؟ الله والله عضني الكلاب، عضني الكلاب. عم غني لكم يا كلاب ولو ايش عضيتهم؟ عضني الكلاب. عليكم السلام. جوعانك يا ابو حميد. زيك حقك. ويا يما عضني الكلاب. عضني الكلاب. زاك وين عيسى؟ بس ما اعرف مواعيد عيسى بالضبط. دخل جوا البيس وهو موجود بالتيم حاليا، وذهب ولم يعد. هل عيسى سوف يقوم بالخيانه؟ هل استيقظ في احد الايام ولا نجد لوتنا؟ لا احد يعلم. هذا ما سوف نشاهده من سكم ار بي حصريا داخل سيرفر مانكالو. هذاك متفجر، هذاك متفجر، شفته انا؟ رشه. ماشي. هدي راح تفجر السياره. ميدي نزل بسرعه وترشه. اوكي. عم متفجر على اليسار. ايه لاعب اللي حتى شلت. ايوه لا يا سيدي، خرج واحد يعتمد لك. خير لا تضرب. ايش؟ انا ما عم بضرب عشان ما اصيبك. طب اضرب اللي عندك. طيب اجل متفجر. طيب يلعن ال... والله ونعمه 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 الواحد يعتمد عليكم. وراي يا حمار، وراي. عمل لي ريفايف، ايش عم تعمل؟ شو انا عايشة؟ لك ضل كبس في الجاب من العيد، راح شلحني. ليش سلطتني؟ طلع على الصف. بتعرف اذا بندخل اي فايت خسرانينه؟ قل لي ليش؟ هذا ما معه طلق، اذا ما عارف ليش كابب مخازنه. معي طلق بس بدي مخزن. يب كابب كل مخازنه، انا مستحيل اقنص لانه ايدي مكسوره ورجلي مكسوره وكتفي مكسور، كل حياتي مكسره، ما خرجت شيء. خلينا نظبط وضعنا. جاب جاب. والدروب؟ ما اتوقع معي مفكات، معكم مفكات؟ انا ما معي. من صفات البونشاوي انه مو بس بيجيب العيد، وانه مو سائل على شيء ابدا كمان. لازم اسوي كل شيء، انا اجيب المفكات ابعض. مثل ما قلت لكم كنا رايحين على الدروب، ولكن جابوا العيد، فقررنا نرجع على البيت والشباب يبلشوا يشتغلوا على سور ثاني يحاوط مقرنا. تعال هما، تعال تعال قد ما تعال قد جم. تغير لك حمادي، مين عزمه على مشاوي شباب؟ تعال شوف اما. دون ديام. ولكن شغله ما خبرتكم اياها، من كانوا كان طالب انه يشوفني بنفس اليوم وطالب انه نجتمع. هادي ايش هاد؟ ليش طالع لفوق؟ طيب خلص هيك جماعه يلفوا. طب كذا تحط لنا باب هون اقل شيء. وبعد المرات وانا طالع لحتى اعبي السياره بنزين، فجاه بيجينا صوت من احمد. ايش احمد؟ مين هذا؟ وقف باب المدخل تبعنا. شوف مين يكون زومبي لك بسياره. شوف مين هو. نو نو ميوزك ميوزك. لا ادخل لا ادخل لا ادخل لا ادخل. قول له دونت كم ان، قول له دونت. راح هرب، قوست عليه لانه ام ديد. قتلته يا حمار. لا هرب بالسياره. مات باللحظه اللي طلعت فيها. ليدنج بصوت سياره. انا سيارتك. راح هو على طريق الغابه.
يب بالفعل ممكاله اجى لعنا، ولكن الشباب اوصوا عليه وحسب ما سمعنا انه نزف ومات. عبدالي ليش اوصوا قلت له اصيب بالذعر يعني الطلقه طلعت لحاله؟ دور دور على ممكاله. بما انه كان تقريبا اول لقاء ما اخذنا شيء بشيء وصدقناه وبالفعل فكرنا انه مات. عم تحكي مع هذا؟ دور له على سيارته، دور له بس يمكن مقفل ينسى. اجا؟ اجا 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 كوا. لا انا بدي اسوي فيه نفس الكلمه. ما تخاف والله فكر شيء يا حمور. ليش تضرب؟ ليش تضرب؟ ليش تضرب؟ ليش تضرب؟ جاي معي لحمه اللي رح نشوي ونسوي حركات مع بعض. هاك علينا معلم، هاك علينا. وانا جبت من حقك بعد اخر مره الشيء اللي صار بيننا، عارف يعني الموضوع جدا حساس. وانا اليوم جايب لك كولا وجبت كيك وحسبت حساب كل شيء كمان، لانه صراحه نعمل سير جيرانكم قريبا هنا. لأنه الأمانة صار فيه كلاب بآخر فترة يعني، وأصلاً الموضوع اللي صار بيني كله كان سوء تفاهم. ومثل ما سمعتوا فجأة ممكاله انقلب على رفقاته، قرر إنه ينضم لنا وبلش يحكي لنا في مكان حلو، في عنا باربيكيو إذا بدك نشوي جوا البيس عنا. ممتاز، جاب معي لحمة كمان وحركات. أوكي بس السيارة حاول لا تدخلها لجوا السور. أوكي أقول لك تعال تعال افتح السيارة افتح السيارة خليني أسوق. بما انه الكرة بملعبي كان لازم نفكر منيح وننتبه. بالنهاية هذا ممكاله زعيم الغدر والخيانة، فاللي قررنا انه نسحبه لجوا البيس ونخليه عنا جوا ونسمع منه. You know too much now ممكاله، you know too much. شباب يعني اذا في فخ بالموضوع بالله عليك. لا 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 ما في فخ. الله الحركات الله. شوف هاي الشوي معلم واكل وحركات، في عنا تلفزيون كمان شو؟ فريم واحد بس ما في غيره من اول ما اشتريناه. ارتاح ارتاح حبيبي ارتاح ارتاح تفضل. وين القهوة يا شباب؟ يا عمره. هلا والله بممكاله. هلا والله حبايبي. اخوي لا تخرب شهيتك، لا تاكل البرجر. والله لازم كان، بس هي اجباريه كانت والله، لانه راح الجوع من ال... اشلح اشلح فرفت فرفت اشلح اشلح معلم فرفت. اما ان 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 الضيف اشلح. نحن نحب نكرم الضيف، فهمت كيف يعني؟ ايوه. وهاي لضيفنا، هاي لضيفك تفضل. في فرشات معلم، عندنا فوق 7-8 فرشات، ما اعرف ليش. قوم اشرب سوي اللي بدك اياه. وهاي اذا صار اذا في عندك شيء التهابات، هاي حب التهابات كمان. والله جيب 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 علبة النبيذ الفاخرة، جيبها هي لقيناها بالدروب اغلى وحدة. هاي اتوقع بشرب وحدة منها حدوخ على طول. انا صراحة جيت عشان اوضح الموضوع اللي صار بيننا بالفترة الماضية، تعرفوا انتوا وثقتوا فيني بس صار في سوء تفاهم بالموضوع. وشو هي؟ وكل ما نبلش نفتح الموضوع ممكاله يغير الموضوع ويحاول يغير الاجواء. يب. وين اللحمة شباب؟ ما كنا اللحمة. طيب بالله عليكم يعني. والله حقك. اساس انت جايب اللحمة، وين اللحمة اللي جايبها؟ اللحمة بالسيارة والله، بالسيارة. نحن جوال ما عندك لحمة بس في عنده لحم والله. اشوف جايب عدة بيسك كلها، انت ما عندك بيس يعني؟ شو رأيك تنضم لنا ونصير حلف واحد؟ هو شوف انا صارت في مشكلة بيني وبين الفريق اللي كنت منضم له صراحة. ايوه. ما تفهمنا على بعض كثير وفصلت من امبارح معاهم يعني. طيب شو رايك تنضم لنا ونكمل هون مت هون نفس المكان؟ اشتغل محل برينكي احسن ما تصير انه اعقدكم بسوريا بالزيت. يلا كيف بات لجوا على السريع؟ شو عامل فيها مزاك؟ تعال ناكل لحمه. تعال ومختار الاعياد، لو تاركينه 5 دقائق كان جاب ام العيد حرفيا. قطع قطع الحطبات قطع الحطبات. ايه معلم احكي لنا، هات لنشوف لما تصير اللحمه. شوف القصه هي كالتالي صارت. شوف زاك، تذكر انت لما جيتوا هجمتوا علي لما كنت بالسياره صح؟ اوكي يب احكي لي. انا قلت لك خلاص راح اكون معاكم. اوكي انا كنت رايح حرفيا اصرخ بيتهم للشباب، ما كنت معاهم اصلا بس كنت معهم بالفريق. هاي ولا شيء تعتبر يعني، عرفت؟ اوكي ليه بفهمت عليك. اوكي كنت راح اصرخهم بالصدفة. انت جيتني والشباب وخبرتوني اني اسوي هيك تحالف بسيط معاكم عشان تغدروهم وتسوي فيهم حركة. اللي صار انه اول ما انا فلتوني عليهم رحت عليهم، فورا صار في طلق وفورا واحد من الشباب عندكم مات. لما واحد انا اول واحد انا سلاحي ما عاد يضرب، كان بده تنظيف. يب فصرت لهم وصرت لهم خلاص ان انا معاكم، وفي غدرة صارت واخذوني طعم يعني، وبدأت العب دور المسكين. بس بنفس الوقت انا ما كنت معاهم يعني، بس عشان لا يسووا لي شيء. فالفكرة انه امبارح صارت في مشكلة بيننا كمان يعني، اضطريت اني اروح من الفريق واروح اهاجر من ام النص. يعني انت طالب تحالف ولا جيرة ولا انضمام هلا يعني؟ انا شوف، انا سمعت ان المنطقة اللي انتم فيها كثير حلوة من ناحية الموارد وهي الحركات، وقلت خلينا نروح اصير جيرانهم يعني، واذا حاولوا يستقبلوني بكون شيء ممتاز، اذا ما رضي وخلاص عادي.
عنا بالبيس يعني. اللي ما انتبه ممكن وضل يحاول يركز على كلمة انه متخانق مع فريقه وطالع منه انه حابب يغدرهم مرة تاني، وضمن كلامه وتسميع كلامه انه حابب ينضم لنا ويفوت على التحالف معنا. ولكن هل ممكن شخص غدر برفقاته الاساسيين ممكن وافق وندخله معنا؟ فحبينا نقدم له اول عرض عنا. ما في داعي تبني وحدة، معامل خشب قريبة من عنا، في ثلاث بناكر قريبة من عنا، مو واحد ثلاثة. بالنسبة للمي تمام، مي شايف عنا نهر هون اول شيء، وبالاضافة حواليه كلها مزارع خيار بذور اللي تحتاجه. بس بالمقابل شو راح نستفيد نحن اذا امننا لك الحماية وسكدناك عنا؟ طيب 100% هذا اللي انا جاي فيه عشان اليوم افتح فيك معكم الموضوع، يعني انا جاي عشان هذا السبب. اوكي، عشان اعرض عليكم الصفقة الان. اوكي، انك تطلبوا مني اي شيء اسويه مقابل السماح اللي صار بالمرة الماضية. اي شيء تريد اسويه، اي شيء. هلا بالنسبة للمرة الثانية انا ما حاقد عليك بصراحة، ماني حاقد على اي حدا يعني، تعرف انت يعني. اي واحد من الشباب انا حاضر. تريد راس احد من الشباب، باري وهاني روش حركات، اي واحد منهم اطلب بس. فكر فكر بالموضوع، فكر. اذا اسمع، اذا ما تريد راسه اجيب لك هو عايش الى هنا الى بيتك، اجيب لك هو عايش. ومقيد كمان، مقيد وعلى راسه الخشاشة هذيك عشان لا يتنفس ولا يسوي شيء. تتسلم. عرض جدا مغري، ممكنه بلش يلعب على الوتر الحساس. كلام مغري بصراحة، بس ما في ثقة، ما أعرف ليش. في غلط. أعطني جواب فورا يعني. في شيء ما هيك؟ أعطني جواب. ما بعرف. إذا تريد مني تاني أنا جاهز يعني، بس أنا خبرت. في شيء غريب إنه ممكنه، بجوز جاي جاسوس ممكنه أصلا. تبيني أشتغل جاسوس؟ ما عندي مشكلة. هو حكاها كمان. تبيني أشتغل جاسوس؟ طب ليش؟ طب هلا بالنسبة إنه هن يربحوا المعركة الثانية كان فيك؟ كان تنضم لهم تمام، هن يعطوك حماية يعني. أنا بعرف مثلا أنا ما ارتحت لهم أصلا صراحة، يعني هن ما يستوون غير بناءات بيت وحركات، وأنا ما أحب هاي الأمور، أحب دائما هيك أكون لوحدي، أفرفر لوحدي وحركات، لأنه كل شيء يستوون عكس ما أنا أحب. ومثل ما سمعته مرة ثالثة ورابعة وخامسة رجع يلمح على تيمو، وأنه هو طلع من التيم. والكلمة الغريبة اللي قاله أنه ما حابب يلعب مع تيمو لأنه بيبنوا، نحن اللي عم نبني أكتر شيء. وكلامك بصراحة خوفني. أنا كلامك خوفني. إيه أوكي، بس اسمعني، أنا خبرتك الآن مقابل الثقة، أطلبني أي شيء تريده. تخيل أقول لك أي شيء تريده، مو موضوع صغير يعني، أي شيء تريده أطلب بس. أكيد بدي وقتي. أعطني مسج من على التليفون، هاني بيقول لك إنه يا خاين أخذت اللحم مشان الطعمية للأعداء. ما اعرف ليش احس راح اندم، وراح اندم كثير. اختبرني وشوف، اختبرني، اعطني مهمات حركات، اختبرني، ما في اي مشكله، انا حاليا جندي عندك اشتغل. لا محشوم، لانك جندي عندي الاشياء يا اخي. اللحمه تحمصت معلم. ايه تحمصت، تحمصت، صارت جاهزه، خلينا ناكل اللحمه ونفكر بالموضوع. ايش رايكم شباب؟ والله رساله هاني يعني ها اثبتت شوي مو. وبالفعل اجتمعنا مع الشباب وبلشنا نفكر شو اللي جاب مكانه، وليش عم يعرض علي هذا العرض القوي والمغري؟ عرض غريب جدا، ممكن يجيب اي اشخاص، وليش ذكر اول شيء اسماء الاشخاص يلي متحارب معهم؟ اوكي 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 اوكي، اعتقد تبي الان بروح بظبط بيتي انا، بظبط وضعي، ومتى ما حبيت خبرني يعني. بجيك فورا. انت زاك ايش قلقك بالموضوع؟ خايف من شو؟ طيب خبرني. طيب انت عم تقول لي هلا اثق فيني، وانت باول يوم شفتك فيه قلت لنا انه لا نثق باي احد تمام، ولا تنسى الرساله اليوميه اللي بتقول اقرب الناس لك ممكن هن اللي يغدروك. انا ليش لحتى اروح من البيت هناك اكلف نفسي واجيب كل المشوار الطريق الى هنا، وجايب كل اغراضي معي، شوف السياره هاي كل اغراضي اللي معي، ما عندي اصلا بيت، والله ما عندي ولا بيت باني، والله حلفت ما عندي ولا بيت باني ولا شيء، يعني انا مو خسران شيء، جيت لهنا قلت اذا ذبحوني ذبحوني، حتى لما اطلق عليه والله كنت راح اوقف وراح اخليكم تذبحوني يعني، بس قلت اصبر خليني ارجع لو ابندج نفسي يعني وارجع لكم. ما احب اسوي الدق ناقص، انا فهمت كيف. اوكي راح تاخذ بيت هلا لحتى نتفق. لا ما راح اذبحك، انا ما بعطي شخص ما معه سلاح بضرب شخص ما معه سلاح. هو اهم شيء فكر بالكلام اللي انا قلت لك اياه، ان اي شيء تريده انا جاهز، راس اي واحد موجود هنا مثل ما حكى. ليش طيب؟ ليش راح يجيب واحد يكمل؟ ممكن قالوا بدي يلعب على الوتر الحساس؟ خليني العب معه على الوتر الحساس، ولكن بالبدايه اتفقت معه، واذا كسب ثقتنا، اذا اثبتت كلامك صحيح راح ندعمك بالموارد نحن. هي الورك بنش كله عندك.
الالات هون فيك تستخدم وتصنع الشغلات الرصاص كل شيء بيلزمك. خذها خذها سيارتك جاهزه فيك تاخذها. يلا لك خذها ونروح على ذاك البيت. لا لا استنوا استنوا ايش عم ياخذكم على ذاك البيت من كل عالكم لك ايه بلكي هو متفق ياخذ ما في داعي نروح معه. لا لا نروح مين قال راح بس انا على الاقل خليه يروح بلكي يكون فخ شبك. اوكي فيك بنعرف البيت هذا اللي موجود فوق نفس البيت الموجود اللي عند البحيره صحيح. فيك تبلش فيك تبلش خلينا نتفق ونرد لك الخبر بعد شوي. اوكي سكر البوابات كلها سوي السور صار في شيء ثاني لانه اوكي انا عندي فكره اذا ممكن نتاكد من الثقه موضوع الثقة جات فينا نسوي حركة. هلا باريو ما يهمنا بصراحة وروج أو هاني هن يعني أصدقاء من كالو المزبوطين تمام. فينا نضغط على الوتر الحساس نطلب هاني. لا لا ممكن يستغني عن باريو. شوفوا أول شيء على باريو لأنه فينا يستغني عن باريو هو فهمت كيف مزبوط. ولكن هل ممكن يستغني عن هاني؟ خلينا ننتهي من السور وبعدين نقترع. ايش رايكم بفكرة تبعية انه لازم نجيب هاني؟ ما نحن ما بدنا نقتله ولا شيء بس اثبات فهمت كيف؟ نحن ما رح نقتل هاني بكل الاحوال لانه ما في شيء بيننا وبين هاني. ايه ما رح نقتله لا. فممكن بس نستخدمه كطعم. نشوف الولاء كيف رح يكون. بالتحديد هي الخطة اللي اتفقنا عليها بالبداية انه نطلب راس هاني عز صديق عند ممكالو ولكن بالبداية خلينا ننتهي من بناء سور القرية تبعنا. بصراحة قالكم من هذا الاجتماع كنت ناوي يخطف ممكالو هم بيعرف توقع والله لو كان جاي الصلحة كان بحده خطفه على فكرة 100%. يب انا كنت ناوي اخطف ممكالو انا دخلته على الكامبان بهدف الخطف ولكن كلامه غير كل شيء. ولكن اذا خطفته هلا على كلامه ما رح نستفيد شيء ما رح يجوا اصلا. اذا ضفته على السكواد رح يحسن يفتح الابواب. طفي تراكتورك؟ هلا والله ايش صار معك مش الحال؟ رحت على هذه المعسكر على لحظه كنت متت حالتي حاله بس الحمد لله عدت على خير. لقيت الاقفال؟ طيب اوكي دقيقه بس اوكي اجيب الاقفال من عندي واجي. الغريب الموضوع ممكالو كان يغيب دقائق ويرجع يقول لك رحت على معسكر رحت دمرت رحت فجرت. هذا الشيء زرع الشك فيني اكثر ولكن عم حاول اني اكسب ثقته. مشغل هليكوبتر جيمنا تعال تعال تبنوا امبراطوريه بلش الموضوع يا لطيف على مكان المسلم سور السيل العظيم. والله ما اعرف الشباب لا لا الشباب معلمين من امبارح ما اعرف ايش ساردين ما في شيء يسووه فقاعدين يبنوا هذا السور. امسو خيط لبسك هاي ماكينه خياطه وهي قفله الذهبي على الارصان. في مهمه بدك تسويها معنا اذا لقينا الكرت الاخضر سي 4 بدنا نروح على الكيل بوكس بس المهمه الاساسيه بعدين. يعني في مهمه اساسيه اتفقتوا يعني ياب 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 مكانه ناطر اي مهمه نعطيها ولكن نحن حاليا عم نشتري الوقت لحتى ننتهي من بناء السور ونتاكد من هذا الشيء. اوكي شات هلا راح تبين اللحظه الحقيقيه هل مكانه راح يوفي بكلامه ولا لا. الو هاي زاك هلا هلا حبي. اوكي الخطه كالتالي اوه ما شاء الله زبطت وضعك سريع سريع لك اخذت اول شيء اول طلب الكتانة ذكر سيف الكتانة. اغرب طلب ممكن اطلبه ليش سيف الكتانة طلبته زاك وشو هدفك من القصه؟ سيف الكتانة موجود هو عنده او موجود عند الشباب فاذا ممكالو قدر يدخل بيناتهم معناها كل شيء كان عم يحكيه كذب وهو متحالف معه. اكثر شخص يهمك بينهم هو هاني يهمك انت. اوكي اوكي فلازم يصير لازم تجيب هاني. انا بيني وبينها هاني رهيني؟ يب انا بدك يا راسه؟ بدي هاني رهيني ما بيهم يجوز تجيب لي راس زومبي انا ما يضمن لي. اوكي الموضوع صار خطير اوكي لان البقيه البقيه انت بصراحه يعني انا هاني ما بيهمني بس بيهمك الك فهمت كيف؟ وهون بتبين الثقه اذا راح تصير تمام؟ انا بيني وبين هاني ما في شيء بس انت قلت راح تثبت وهذا الاثبات الوحيد. اوكي معناها السيف الكتانة وهاني هاي هو شرطك. هل موافق على الشرط ولا لا؟ اكيد موافق. اوكي طبعا موافق خلاص انا عندي. انت راح تتم العمليه؟ العمليه راح تتم باسرع وقت ممكن باسرع وقت ممكن. تسوي اللي قلت عليه تمام؟ الشروط ما تحتاج شيء ثالث؟ حاليا هذا الشرط بيكفي تمام؟ واي شيء واذا زبط هذا الشرط اعتبر انه البيس هداك هو صار لك البيس الكبير اللي عم ينبنى. اذا تفتح لي الباب قصدي ابشر ابشر اوكي ماشي اللي كان زاك ايوه اعتبر اعتبر وصلوك الاثنين كتانة وهاني. اوكي يلا انجوي
قال ابشر لعيونك ومن هلا راح ابلش بالخطه باسرع وقت ممكن. كيف ممكن يجيب هاني؟ بامكانه قال انه باسرع وقت راح يبلش بتنفيذ العمليه، ولكن على كلامه اذا كان في خلاف بيناتهم كيف ممكن يخطف هاني؟ وليش طلبنا هاني بالذات من عدا انه صديق ممكالو؟ ممكالو ممكن بسهوله يتحالف معه ويخبره عن الخطه ويقلبوا ضدنا، ولكن كنت عم ارسم لشيء تاني ما حدا بيعرفه. ناو تيكو في عندي خطه ببالي. اجت الحمولي اجت جرزق. وبلشنا نتسابق مع الوقت لحتى نكمل بناء السور. جا جا طعم الكراج طعم الكراج طعم الكراج طعم الكراج تاني مره طلع خلوها تكون من الكراج اذا احنا مكبر لكم برا وانتم فتحتوا الباب ومتوا فهمتوا كيف الكراج انه في باب وراكم باب بيت ما مكانه كان متاخر ولا انا لا تنسى بيته بعيد هاني صار اون شباب وفجاه هاني بيدخل على السيرفر وهون زادت شكوكنا هاني ما كان موجود بالسيرفر اصلا وممكن كان يطول اكثر لحتى يجي ويطول العمليه ولكن بنفس اللحظه يدخل على السيرفر شباب ايش مشروع انه هاني صار اونلاين قوت السيارات اللي برا كل الجوا حرك 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 او ماي جاد بلشت العمليه شات بلشت العمليه بقول له هاني وير ار يو بلشت العمليه شباب اها ممكن اعمل له عم جاي لعندك على البيس لا تقوصني رح اشرح لك كل شيء محادثة جدا غريبة جرد بين ممكال وهاني وين انت وين لوتنا تعال لعنا وهذا الشيء كان عم يخليني او يزيد الشك بداخل جماعتكم هون مشان اقول لكم شغلة اوكي حميدي تفضل شباب اذا صارت المعركة وانغدرنا واي واحد انأسر فينا ابدا ابدا لا تفكروا بعملية انقاذ اوكي جرحانا شهداء خلاص جرحانا شهداء تمام ما راح نوع بالغلط ونروح نحن لعندهم برجلينا مرة تانية ما تثق بأي حدا حميدي تمام؟ أي واحد بيوقع مننا أسير لا تفكروا أبدا بالموضوع وقعت أسير ما حتى لو أنا يعني. حتى لو أنا وقعت أسير تمام؟ لا أخوي لا أنا أعترض على هذا الشيء اسمع بهالدنيا انبسطنا مع بعض بس رح نلتقي مع بعض بهذيك الدنيا تمام جايز؟ جايز ما لا منكم يا اما نفذ الكلام احسن لك ها لا انا اعترض مات الله انا معك ابو زيد ثاني شيء مدي ايوه اول ما تجي السياره بدك تطلع نيكد فتشن تمام بتعرف كيف تفتشن لازم يزتوا كل لبسهم على الارض يضلوا بالزلط قدامك إذا معهم أسلحة كل لبسهم بتخليهم يحطوه بالسيارة أنا لازم أطلع بشد قل وأنت بتسوي السيارة اللي أنت بتفوت السيارة تمام أوكي ما تخليهم هن يسووا أوكي من هون لوقتها نشوف إيش رح يصير وهيك صرنا جاهزين لتنفيذ العملية بلشنا نعد الدقائق والثواني ونحن بانتظار قدوم ممكالو من أي اتجاه رح يجي هل ممكن يخوننا ويجيب الكل عنا؟ الشباب اخذين مواقعهم متمركزين ناطرين اي حركه داخل الغابه بالنهايه السياره من طرف ممكالو السياره من طرف ممكالو وقفت على بيس ممكالو كم واحد شايف واحد انا انا كان شايف واحد فات على البيت ودخل على البيت ابو حميده ما بين من عندي كم واحد انا قدامي هذا انا بين بس واحد شفت واحد من اليسار انت من اليمين شفت حدا الواحد شفته دخل على البيت ابو حميده هم ضرب طلقه بالهواء I'm coming. Don't shoot. عم بيقول. يب. اجا. معه سلاح. أبو حميد طلع وراه أبو حميد في شي حد. Hello come. Zach come here. No. No. You come. شوف شوف. ممكالو بلش يغير بالخطة. طلب مني إني أنا أتوجه لعنده. جاي جاي ماشي عم بشوفه. راح أفتح له الباب. لا لا تفتح. احكي معه. ساحب سلاحه. معه سلاحه إيه بإيده. بإيده. ايه معك 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 ايوه تجي ورا الباب عشان نحكي انا ورا الباب اوكي زاك انت شو طلبت مني؟ بدي الكتانة وهاني طلبت الكتانة وهاني الكتانة ورا ظهري اوكي اوكي وهاني مربوط ومحطوط الخشاش على راسه ببيتي هني مشكلة أنا ما شفته بالضبط أبو حميد ما بين معك كم واحد صح؟ بس هو ما في حدا مو ما حدا مبين ما في حدا ما تفخ يعني ما حدا مبين أبو زيك ما بعرف شو هو عند الباب لا تفتحها
اوكي اوكي ثواني 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 اوكي دقيقة هما حط لوتك بالسيارة روح نيكد معه مثل ما لنا الخطة يلا لا ما بلا ما يوقف سلاحه بيجي بياخذ سلاحه منهم مشان يخسر الجيرو خلص اخوي حطيته سلاح صار ما صار تقول له دوري بالسيارة كمان اوكي ما يريد سيارته ما تخاف بيقتله اوكي فهموا على الخطة معلش اجي معك شوف هاني اسمع صوته اذا هاني ايش عم بيصير بس ما ياخذوني انا عم بدار لا تخاف السيارات كلها من عنا مبينة طلع من الشباك طلع من الشباك احكي معه هم ما احكي معه الو هاني ثواني بس عزاك عم يقول لي محطوط براسه هاي يشيل من على راسه خليه يدخل قدامك على البيت يشيل على راسه يحكي معك اوكي هاني عزاك هاني هاني حطهم بالسياره وجيبهم انت اوكي فهموا لما مكالوا يجوا بالسياره قل له راح اركب انا سوق وانت تركبوا معي بالسياره طيب حمدي احمر رشاشك وانزل لعندي ثواني زاك تقول ايش ضامني وانت ما تسوي فيني حركه او شيء قل له ما راح اسوي شيء ابدا عدو عدوي صديقي ما تخلي ممكالو ينزل من السيارة تمام أحمد ضل منزل بس هاني من السيارة مع الخطة نروح نزاك السيارة نحط هاني زاك قول ايش مو انت تجي تشوفه طيب ما يا أخي ما إلا ما كان هيك الاتفاق إلا ما كان هيك الاتفاق قال له الاتفاق انك تجيبه لعندي بس الاتفاق مو هيك كان ممكالو الاتفاق انك تجيب هاني لعند زاك صح؟ ممكالو بلش يماطر وطالبنا نحن نروح على بيته زاك ايش؟ ما يا اخي ما عم بيقدر يقول لا الا يجي قال له اذا ما تجي الاتفاق من لغة قال اذا ما تجي الاتفاق كله لغة قال خلص راح اجيبه انت لعبت سوق هو عم بيسوق ما يصير لا وقف ونوقف انا كيف الكتان هاي جبته بالموت اجا هذا خطر هذه اريد اشوف اذا كان لا تفتح لا تفتح لا تفتح لازم لا تفوتوا من السيارة لا مو بسيارة مو بسيارة وين زاك؟ ولا مشي تعال خليه يركب سيارة وانت سوق يا هلا والله ولا جوا سوي لا تنزل لا حدا ينزل طلعوا اوكي هلا والله بالشباب شباب حطوا لوتكم بالسيارة اوه هلا هاني منور ممكالو حط جيرك بالسيارة حط جيرك واسلحتك بالسيارة حط جيرك بالسيارة اسلحتك حطهم بالسيارة وين ممكالو انتبه انت جيب جيرك وانتبه على هم هاني الكتانة معي الكتانة ليك وينها هطع بالأرض اوكي وصلت الكتانة كل شي شنطة كل شي حط بالسيارة نورتنا هاني حبيبي والله طلعت ما تلفه من وراي حركات وما بعرف شو والله منور هلا رح نسوي حفلة شوي وعازمينك يا اخي قلت بجوز ما تجي فهمت كيف فأصرينا يعني نجيبك على الحفلة والله لو اعرف جايبني لعندكم مشيت والله هلا انا بشكل عام انا ما في بيني وبينك شيء تمام بس الفكره كانت حتى هو نكسب ثقته فبما انك عز صديق عنه كان لازم يعني نسوي هالحركه اوكي انت لو تعرف اي طريقه ايش حاطه حكت عليه ضحكه الاسد ليك دروته كل اشياء معها انا ما بيهمني اللوت تبعه اوكي المهم انا سويت اللي علي عليك الباقي اذا حاب توثق هي عادي يعني بدك تذبحني يلا شباب افتح الباب وخلونا نروح ليك محلاله الكتانة وهاني بنفس الوقت هل يجب ان نثق بممكالو هلا هاني راح يتم بضيافتنا والله ما في داعي والله ما يصير الا نجرب الباربيكيو والله والله هاني ضل بضيافتنا منيح ها شباب لازم يتدلل شو هذا رفيقك شال السكين لا مبين ما فيه خير الموضوع لا ما تخاف هذا لحامه وشاشه انا القصاب بس ازع رفقاتك بهمن امرك تمام ومهتمين فيك يعني فينا نتفاوض تمام وتطلع عايش من هون اذا ما بهمن ممكن توصل لعندهم بس مو كامل يعني اجزاء يعني بتوصل لعندهم يعني وشت قويه طيب يا شباب قويه اذا انا عندي لكم اقتراح ايش هو اذا اصدقائي باعوني حلو ما رضوا يجيبوا شيء بديله فانا اكيد ما راح ضل معهم واثق فيهم مره ثانيه صح ولا لا مشكلتك انا بروح بسلمكم البيت كله شو رايك اوف لا انا ما بيهمني اللوت زاك فكر زاك فكر قال لك البيت بالكامل فكر. كلام هاني بلش يتطابق مع كلام ممكالو يلي كان بالبدايه الصفقه مربحه ليش رفضت ما يهم عندي هالكومباوند كله ما انك شايف بيسي شو هالكومباوند هاي ابي اطلع نقطه ببحر بيتنا هذا اوصل زاك اوصل خلص والله اتوقع انك بدك ترجع قطع البيس انت شباب انا عندي فكره
اسمع فكرتي للآخر بعدين اللي إذا موافق ولا لا على راحتك يعني. أوكي. لأنه الأخ معنا هنا أوكي بالأيام الماضية كان راح يسوي حركة وسخة في فريقه هاي اللي شايفه أمامك يعني هاني حلو. أوكي. سامعني صح؟ سامعك سامع. تسوي تحالف من تحت لتحت كله. وهذا الغلط تقريبا اللي كشف لي كل شيء. هاني ومام كانوا عرضوا علي التحالف يلبوا علي ضدهم ويصيروا معنا. هذا كان اقتراح يعني. بعدين شوف الضحية بإيدك فيك تقتل هلا يعني ما دخلني. انت صح؟ لا يا حبيب. على كلين. رح نرجع نعيد الرسالة أوكي. إذا باري وروج بيهمون هاني وبدون يتفاوضوا تمام لحتى نتفاوض. إذا ما بيهمون هاني. انا وممكالو والشباب جوعانين يعني فهمت كيف ونبعت البقيه للشباب والله جوعان عظام يعني انت دار حالك مع مين ما تحكي يا لطيف عم تهدد رفع سلاح عليك خليني شفيني يا شباب طولوا بالكم شباب باندش شباب ما انسوا هاني ما في شيء شخصي بيني وبينك ابدا ماني حامل اي شيء ضدك مو حامل غير مسدس واعطيتني طلقه بنص قشره اي اسمع بيقول لك المثل ما تاخذ صديق الا بعد قتله فهمت كيف الا بعد رصاصه اوكي الاقتراح الاخير انا الهدف فيني حبيبي انا بس بدي اخذ ثقه ممكالو انا مالي فيك قلت لك ما في شيء بيني وبينك ابدا يعني فهمت كيف بعدين الشباب البقية حتى لو جابهم يمكن يجيبهم بسهولة بس ما توقعت يجيبك انت يعني على الصديق عنده ممكالو هاني بإيدك ايش بدك نسوي فيه كبير لا تنسى الخبز والملح حتى لو بعدك انا برأيي هذا الدليل هذا اللي معنا هاني يعتبر يعني كيف بيقول لك يعني ثروة بالنسبة لنا عندي كل شيء حاليا هو بإيدنا فينا نحتل على البقايا ايزي بفضله يعني ورجع مرة تاني يسمعني نفس الاسطوانة نغدر الكل ونتحالف مع بعض والله اتوقع باريو استغنى عندك لسه عم بيهدد فهمت كيف يعني اتوقع انه استغنى عنك لا باريو ما بيعملها انا ثقتي باريو فيه معك 10 دقايق او ربع ساعه فهمت هلا نحن في عندنا مثل ثاني بيقول كرام الضيف دفنه كرام الضيف دفنه ايوه والله مو سمعان بدور على اسلحه لك شباب عندكم حبوب مسكن حركات شغل ايه تدلل اخوي اعطيه حبه بروفين 13 دقيقه هاي 13 دقيقه لا باريو باريو وينك يا باريو تعال شوف ايش صار بصديقك باريو لا شو عم ياكل منين جابها هاي ايوه شو ما في يمكن عم بيلمح انه بده لحمه طازج فهمت كيف سمعان هاني لا 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 ابدا ابدا كلت ما مش شكرا 12 دقيقة هاني من بعدها قررنا نتفاوض مع كلان هاني انزل 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 هلا بلش الحكي انزل اوكي جايز ايش ممكن نطلب هلا كرماله ايش ممكن نطلب انت اللي بتعرف ممكاله يب يب مامون نطلب من باريا يب انت في عداوة بينك وبين باريا سابقا انا ما في عداوة بيني وبين حدا اوكي خلي يعبي بالسيارة قله فول جير كامل لممكاله تمام مع ايكي ورصاص اثنين قفل ذهبي كمان لما مكاله مشان يظبط بيته على خير لما مكاله لا بعطيكم لكم ما بعطي لما مكاله انت لسه عم يتفاوض معي اخوي رهيني يعني اوكي بالاضافه السياره اللي راح يجي فيها السيارة السوداء اللي انت عم تسوقها عرفت البيك اب ايه تذكرت في شغله جدا مهمه القناصه الكبيره اللي عندكم روح خذ البيت بالمره اسف على فكره انا ما طلبت شيء على فكره يعني طلبت جير وقفلين ذهبيات وقناصه يعني انت شايف حالك انا ما عندنا قفول ذهبي ما عندنا خلي فك على الباب ما في مشكله خلي فك على الباب اي والله شو هالمشكله فك على الباب يا حبيبي ويضل بيتنا بلحمي يضل عندكم واحد عندكم ثلاث اقفال ذهبيه فك واحد بيضلوا على اثنين وير ديتو اللي بيس لما اللي بالبيس عنا اللي بيعرفه مو باللي حط راس الخنزير بالاخير انت عنا يعني فهمت كيف لازم يجي ياخذك يعني انت اجرك مكسوره لو تعبان اكيد ما فينا نتنقل فيك وانت مجروح يعني احتمال اجرك تنعدى وتصيبك غرغرين ونقطع لك اياها بدك نقطع لك رجلك لا 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 بجد هون بالعكس ايه مشانك انا لازم تجيبون لي مكان ثاني مو على بيتنا هل موافقين شيء مثلا معناتها لازم نقطع لك رجلك شان الغرغرينه بتعرف
وشاب. والله اتوقع هاني تاخر كثير باريا. لا 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 اصبر 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 يا اخي. وينه يا اخي؟ والله لو طالع على المريخ كان وصل يا اخي. لا تلقم لا تلقم اصبر. لقم لقم والله لقم. دي 2 ما وصل 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 وصل. يلا تحلل بالانون. لا 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 تطلع لا تطلع. جيبه جيبه. بيك محلك بيرجع تلقائي. كويس والله. تعرف ايش راح اسوي؟ طلع ايش مسويات. نعيما هاني. وهون صار الغلط الاخير. مين اللي حاول ياخذ العلم؟ اي علم؟ علم. ايوه. هذا العلم؟ ايوه. هاني. لا 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 كيف ما بعرف كيف اخذه اصلا كيف ياخذه؟ ليك النصاب ليك. What the fuck؟ في حدا كان في حدا كان بيحاول يسيطر على العلم كان. اجا 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 ابرايك ربط هاني ربط ربط هاني لا تخلي يفوت ربط هاني والله ايش مين عم يسوي هلا مين عم يسوي هو انا هسه ما طلعت لعندي لا تطلع انسحب السياره لجوا فرينكي اطلع فوت السياره انت اوكي خلي باري وايف برا لا شو صار شو هاي انا قتلت زومبي قتلت زومبي اوكي زومبي 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 طيب دخل السياره دخل السياره افتح لي سكر الباب ولا لا ايش عم يصير عصابات واحد يفوت لعندهم واحد يفوت دايا شوي لا دايا فوت لعندهم وبالفعل باريو ما تخلى عن هاني ونفذ لنا كل طلباتنا وجاب لنا الاسلحه اللي بدنا اياها وفول جير قرب قرب الطلبات تمام اصبر شوي انا وعدتك 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 بفول جير مو وعدني لي مو انت شو انت ايش دخلك اعطي الشنطه الى من قالوا ما عنده شنطه حرام كمان ما جاب الفول جير ما جابه طيب خليه يرجع بالاسم اسمع دقيقه دقيقه اركب السياره دقيقه وجايك اوكي دقيقه خليك بالسياره وين دبويات البنزين اعطيه دبويات بنزين في تراكتور على الطريق خلي ينزلونه يروح يعبوه ولا في اما اروح افتح له الباب طيب معك دبو بنزين يا احمد لكن هم بيعبوا فيها شو وبالفعل سلمنا هاني وكانت القصه ماشي بدون اراقه اي دماء اكيد لانه عرف راح يقتلني ماسك كان خليه يقتلك خليه يقتلك كان بعد لك على سطح ايوه بسرعه بسرعه اطلع لا تخليهم يتحركوا لا تخليهم يتحركوا من المنطقه افتح الباب افتح الباب اعطيته 15000 شوت يا شيخ طبعا بسبب غلط غبي او غباء اللعبه الشخص اذا كان بالسياره قد ما تعطيه هيد شوت ما بيموت ولكن قررنا انه نطاردهم اطلعوا 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 بسرعه اطلعوا كلكم بسرعه اطلعوا انا بدي اعرف كيف ما مات بالهيد شوتات واكيد كلياتنا بنتفق على شيء واحد قال بونش روح على البون يجيبوا العيد ها تشات كيف ما لا ماي جاد ابو حميد سكرت الباب بكير انت انه نمضي يومنا على خير بدون اعياد ما بنحسن مشان نحسسكم انه بالفعل عم بتشوفوا آل بونش لازم نجيب العيد بما انه ممكانه كسب ثقتنا فاضطريت انه يرجع وعوضه بالاغراض ولكن احداث حلقتنا رح تتغير بالحلقة الجاي وقربنا على النهاية فاتمنى تكون عجبتكم الحلقة واستمتعتوا فيها واذا متحمسين للحلقة الجاية لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب جايز من الحلقة الجاية بشوفكم بخير بونشاويين خلينا نعيد We gon' make the dang go, we gon' make the dang go, we gon' make the dang go.